فنانة فيفيان مراد، مرحب فيكي بدبي. الله يخليك. وعلوش علينا هم المقابلة معك، نشوف شو عندك قول. لا بالعكس، نحن يعني انت صديقة وعزيزة وغالية ومنحبك من زمان، ما شفناكي هون بدبي. اي قليل ما بجي على دبي الا بيكون عندي هيك شيء سبيسيال مثل الليلة. طيب فيفيان، انت بتغيبي وبترجعي، يعني عم بتضلك هيك، ما عم بتضلك على لين واحد، ليه؟ تعطيني الميكرو لحتى رد. انا موجوده، انت اللي مش باللاين معي. والله طبعا، يعني مثلا هديك الصيفيه بتعرف مثلا انا كم حفله عامله بلبنان؟ ما عندك خبره، ما عندك خبر. سوري. ما لا فيفيان مش هيك. انا هديك الصيفيه عندي 16 حفله كان، وعندي حفلتين كان بكازينو لبنان. كريسمس كنت مع الوسوف بستوكهولم لثالث مره. راس السنه كنا بتونس، انا وسوبر ستار كمان. 3000 شخص كانت من اهم الحفلات العربيه والاضخم اللي صارت على راس السنه. فانت مش عم بتكون معي، مش عم تتابعني. هلا عندي اصدار رائع انا وشركه لايف ستايل ستوديوز، اغنيه لبنانيه رائعه، وكمان اغنيه عراقيه. كنت بفالنتاين كمان بالعراق، سكرت الصاله الملكيه، فتحوا لي صاله ثانيه. يعني الحمد لله حفلاتي رائعه وعندي اصدارات. سو كيف بيكون التواجد؟ يمكن قصدك هون مش عم كون موجوده. انا موجوده هون، كان عندي عرس مع الرائع راشد السعيد، كان في موجود ماجد المهندس، كان عندي كمان عرس ثاني بابو ظبي كمان مع راشد السعيد. فانا متواجده، انت مش معي على اللاين، مش ماشي عم تعرف اخباري. مش قصه هيك. هلا انا بسمع اخبار الحفلات، نحن عم نحكي بشكل عام. يعني انا قليله اطلالاتي كدعوات معروفه حتى بلبنان، ما كثير بلبي. ايه ما كثير بلبي الدعوات، ممكن اطلع اطلالات تلفزيونيه، وحتى هيدي كثير بدرسها. يعني مثلا برمضان حكيوني على كذا بروجرام. بكل بساطه انا مش حب اطلع، يعني ما كثير بحب اطلع، بحب كون موجوده اذا عندي اصدار اطلع احكي فيه. بروجرام هيك لذيذ مهضوم، ما عندي هالقال والقيل بمشواري الفني وبحياتي لا كتير اطلع واحكي وهالاخبار. يعني انا بحب على الرايق حتى بحياتي الفنيه، هيك ببساطه كل شيء ماشي فيه. انت فيفيان يمكن ما فهمت شو بقصد. انا بقول انت موجوده على الساحه الفنيه، بس نحن عندنا مثلا على الساحه الفنيه في عندك اسماء، يعني هن بيضلوا متواجدين 100% بقوه. يعني مثلا نجوى كرم، نانسي، اليسا، هيفا، يعني في اسماء. يعني انت يعني ما كثير منشوف هيدي، يعني منشوفك تقريبا انه انت بتطلع باغنية، يعني بالاعلام بتختفي بترجع. يعني مزبوط، لانه علي ما عندي شركه انتاج، انا تضل عم تزقف معي، والاصدار على نطاق خاص صعب. يعني تعبت انا انتج لحالي كمان، يعني بالعكس في منه بيقولوا لي كتر خيرك يعني عم تعملي هالقد. وبعد ما عندي هال، يمكن عندي كتير اغاني حلوه والعالم بتحبها، بس بعد ما في اغنيه مثلا لمعت مثل ايام، فكمان هيدي توفيقه وهيدا حظ. ان شاء الله يا رب بهي الاغنيه الجديده العالم كلها، الاصحاب اللي عم تسمعها كثير عم يعني عم تشجعني بشكل مش معقول، قولوا لي كثير كثير حلو، ان شاء الله تضرب يا ربي، تكون هيك فتحه خير والعالم ضلت مثل ما قلت تحكي فيي، ضل متواجده. لانه كمان نجاح الاغنيات وبس تكون في شركه عم بتساندك، هذا كمان هو عامل اساسي لبل 70% من نجاح الفنان. وانا بدي اشكر هلا شركه لايف ستايل ستوديوز اللي هي تبنت عمل وراح تنتج عمل هلا اللبناني اللي جاي، كلمات والحان ريسا فادي، توزيع مارك عبد النور، وحنصورها كمان مع فادي حداد. فان شاء الله يعني بس تكون لايف ستايلز حدي ببقى متواجده أكتر، بيبقى الدعم يعني أقوى إن شاء الله. أنا عم نقول أنا عن محبة بقولها، لأنه أنت من الأصوات القوية والحلوة يعني بالعالم العربي. كرمال هيك بقول إنه أنت ما أخذتي حقك اللي أنت لازم تاخديه، هذا المقصود من كلامي. مزبوط، صدقني عم بعمل اللي علي وأكتر من اللي علي، بس ما في حدا عم بزقف معي يعني كشركة إنتاج. هيدي يعني بتحسي هيدي الثغرة اللي عندي؟ أكيد مليون بالمية.
أكيد. طب لحد الآن يعني أنت إلك فترة فيفيان، ليش ما لقيت شركة إنتاج يعني تكوني مع؟ هل شروطك صعبة أو ما بتقبلي بأمور معينة؟ لا ولا لا شروط صعبة ولا شيء، بس مثل ما بيقولوا بتوصل لقمة للتم وبترجع، هيك بصير معي ما بعرف ليه. يعني ما صار في كونتاكت أصلا مع شركة روتانا، شوف لأي درجة لهالدرجة. بحب شغلهم بحترمهم، بس بعد ما التقينا شركة لايف ستايلز دعمتني بس انه بكذا سنجل، وكتر خيرهم ومرسي لمحبتهم وإيمانهم بفيفيان وبموهبتها، والباقي أصلا ما في كتير شرك إنتاج، يعني أنت بتعرف الساحة. طبعا شفنا سمعنا الغنية هلا من فترة، كانت كتير حلوة وضاربة يعني. بعد أحسن لك، هي كمان كلمات وألحان ري صفادي توزيع سعل، وقبلها كان في أحبك موت كمان كلمات وألحان ري صفادي توزيع المايسترو حسام كامل، قبلها كان في إنتاج من لايف ستايلز أغنية لبنانية ألحان جوزيف جحا، كمان صورت مع فادي حداد بعنوان غل بقلبي غل. يعني هول ثلاث إصدارات آخر ثلاث يعني كانوا بسنة واحدة الحمد لله. انت قلتي قبل شوي انه انت بعيدة عن الآل والإيل والقصص ما بتتعمدي، لانه صاروا هلا بهذا الوسط يعني في منهم بعضهم يعني بيفتعلوا قصص ليكونوا دائما موجودين على الساحة الفنية. انه شو بعمل لهم؟ مزبوط. انت صار معك مثلا مشكلة، ويمكن كانت بالصدفة لما صارت بتونس قصة الإزاعة وعملت ضجة، في منهم بيتعمدوا هيك قصص احيانا تنعمل. هلا كتار قالوا اللي يمكن المذيعة متعمدة، ما بدنا نظلم حدا، وحتى لو متعمدة عادي يعني ما كتير اخدي للموضوع اهمية. يعني حتى العالم حكيت عن ردة فعلي انه انا كتير كنت كول سوبر كول، وقالوا شو مهذب وهالكلام. لا هيدا بشخصيتي عن جد، انه شو ما يصير انه سخرت الدنيا، وانا مسالمة عن جد مسالمة، ولا بحب لا القال والقيل، لانه انا جاي فنانة غني واعمل هيك شيء حلو، ماني جاي لهالاخبار صدقني. طيب شو سر محبتك لتونس؟ يعني دائما بنشوفك بتونس. والله سر محبتي لتونس هي محبة هالعالم لإلي، ما فيك إلا ما تحبهم، تبدلهم هالمحبة وهالشعور، ودائما تونس عايشين وبحبوا الفنان اللبناني كتير، وحفلاتي بتونس من أجمل الحفلات اللي بتكون دائما ولعانة، وأنا هاي الشخصية يمكن بتشوفها شوي رايقة برا المسرح، على المسرح بتبقى فايرة، لأنه المسرح أنا بحسه خلص هيدا مملكتي، بدي أعطي حقه وغرامي المسرح، فبلاقي نفسي مع الجمهور التونسي قد ما عن جد بيغلي هالجمهور. فاليوم كمان بالأوبنينج تبع لو بيرات ريستوران تونيزيان 5 إتوال، حتى الأكل كتير مرتب، الكويزين تونيزيان كتير حلوة وطيبة، وإن شاء الله يا ربي الله يوفقهم وشوفوا الخير على وجه. طيب هل حتدخلي مجال التمثيل أو ما فكرتي بهذا الشيء؟ لا ما فكرت بهذا الشيء، هيدا كلام فاضي. لا لك ليه؟ لأنه كل فنان بفكر وشي حلو، وكل إنسان بداخله ممثل. فكرت بهيدا الشيء وحكيت كمان شخص منتج رائع، وإن شاء الله يا ربي ما بدي أحكي شيء. في ممكن يعني؟ إيه ممكن، هيك من الباب العريض مثل ما بيقولوا. والله دغري بطلة على طول. لا مش بطلة، بعد ما حكينا لا ببطلة ولا بشي، إذا بيشوفوني بطلة أنا بتكون فرصة عمري، بس إنه في أوكي على الموضوع، وإن شاء الله الرب كاتب لي إياه مبسوطة فيه. حسي حالك بتعرف تمثلي؟ عندك هذه الموهبة؟ كتير، ما أكتر ما بتتخيل. طيب يلا ناطرينك إن شاء الله. يا رب أتمنى لنا التوفيق بس. سلمك يا رب، شكرا لك فيفيان. ميرسي علوش، وبدي اقول لك انه انا عن جد بحب المقابلات، رغم اني قلت لك بعتها الهمه، لانه هو هيك حلو، هيك بتكون المقابله حلوه ولذيذه وسمبل، وينعاد عليك وعلى كل مشاهدين امارات نيوز. شكرا فيفيان مراد، ثانك يو.